مكاننا وبسرح معاك شايف بدل نصير. فضل شاكر يكشف تفاصيل احتجازه في مخيم عين الحلوة. هجم بهية الحريري، سعد الحريري والسنيورة. نشر الفنان اللبناني فضل شاكر تغريدة على صفحته الخاصة عبر تويتر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هجم من خلالها الدولة اللبنانية وكل من النائبة السابقة بهية الحريري ورئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة. وتغريدة فضل جاءت على خلفية احتجازه داخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا على عقب التهم الموجهة ضده والتي أكد أنه بريء منها. معقول انساك؟ معقول تنساني أنا؟ وكتب فضل قائلا: بكرة بصير 18 عيد وأنا محجوز بمخيم عين الحلوة وما عمل شي وكل التهم ضدي ملفقة وبتحدى الدولة إذا علي أي دليل، بس بدي أقول حسبي الله ونعم الوكيل بهي الحريري، سعد الحريري والسنيورة. وألحق فضل شاكر تغريدته بأخرى جاء فيها: إن شاء الله بهذا اليوم الفضيل يوم عرفة، اللهم شتت شمل سعد وبهية والسنيورة وفرق جمعهم. وفورا نشر التغريدتين انهالت عليها تعليقات المتابعين، فمنهم من هاجم فضل شاكر باعتبار أنه هو من أوصل نفسه إلى هذا الوضع، ومنهم من أيد موقفه وأعلن دعمه له. غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونا إلى والليل العيون. وكان فضل شاكر قد أعلن اعتزاله الغناء عام 2012 واقتصرت إصداراته على الأناشيد الدينية فقط، ينخرط بعدها في أحداث سياسية في مدينة صيدا عرضته لأحكام قضائية بالسجن لمدة 22 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، يتوارى بعدها عن الأنظار ويلجأ إلى مخيم عين الحلوة. إلا أن فضل شاكر عاد عن اعتزاله الفن وقدم عددا من الأغنيات الفردية عام 2018 ليقوم بعدها بطرح ألبوم كامل مؤلف من 7 أغنيات عام 2021، كما سبب أي ظهور إعلامي أو فني له منذ ذلك الوقت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد لعودته إلى الساحة الفنية ومعارض لها. من جهة أخرى، كان فضل شاكر قد أطلق منتصف الشهر الماضي أغنية جديدة له بعنوان خلينا نعيش، التي تميزت بكلماتها المؤثرة التي تدعو إلى الأمل والتفاؤل والعيش بسلام.